أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: إذا كنت صائما هذا اليوم بنية أنه التاسع من محرم، فتكشف أنه الثامن وذلك في ظهر هذا اليوم، فهل أكمل صيامه أم أفطر أم ماذا أفعل؟ وبماذا توجهوننا جزاكم الله خيرا؟ وش اللي كشف أنه التاسع؟ وش يقول؟ يقول سلمك الله: إذا كنت صائما في هذا اليوم بنية أنه التاسع من محرم، فتكشف فتكشف أنه الثامن وذلك في ظهر هذا اليوم، وش اللي كشف أنه الثامن؟ ما تكشف، فأنت على صومك، صمت اليوم التاسع، تصوم الغد إن شاء الله على نية أنه العاشر ويكفي إن شاء الله. نعم، ما تكشف. لكن حسي الناس هذا ما يبنى عليه شيء، الناس يحسون ما يبنى على كلامهم شيء، الكلام على رؤية الهلال، ما إذا كان رأى الهلال. وأما مجرد كلام الناس لا يبنى عليه شيء أبدا. نعم، فاللي صام اليوم إن شاء الله على نيته صيامه صحيح، وهو اليوم التاسع بناء على الظاهر، وتصوم بعده بكرة على أنه اليوم العاشر. واللي ما صام اليوم يصوم بكرة على أنه العاشر، ويصوم بعده على أنه الحادي عشر، لا بأس، كلاهما جائز، الأمر واسع ولله الحمد. لكن الناس عندهم تضييق وعندهم تكلف، يعني أفحموا المشايخ بالأسئلة، ما له داعي كلها، الأمر واسع. هذا أول شيء، هذا مستحب، من صامه وله أجر، من تركه فلا شيء عليه، ولا يحتاج إلى هالكلفة. ثانيا، يكفي التحري في هذا، هو بلازم أنك تعلم الهلال أو هل أو ما رؤي، ما هو بلازم التكلف هذا، ابن على الظاهر. نعم.